يا ربنا يا ربنا. ايه ده ما تتعفرطش؟ ده توقعنا ان هو مختل عقليا، اما الله اعلم بحاله. لغايه ما عدى الصفوف وجالي لغايه عندي. الله، ده هو جاي لك بقى، جاي لك انت يا شيخ. عدى الصفوف وجالي لغايه عندي وراح نغزني في كتفي ويقول لك اهدى اهدى، وحد الله، اهدى يا شيخ ما تعفرش. من على الباب وهو عمال يقول ايه؟ اهدى يا شيخ، اهدى يا شيخ. على الصوت شويه. اهدى يا شيخ، اهدى يا شيخ. انت سامعه؟ فانا طبعا عليت صوتي عشان عشان ما ايه؟ تغطي عليه مثلا، عشان تفضل انت في نفس اللي هي الروحانيات بتاعتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء. ايه ده ما تتعفرطش؟